حفلتان لغو صوبان نقاي مشارح نمدا حلبان وزير حوري عبد الرحمن محمد عدواي حلبان عبد الرحمن محمد عدواي أنقا أو يو بي دي لغاو أو بين تبلو شعا أن صوبان نقاي ناهي أساقو اسمو ده أنقا قدما بنا وحانا ما مانتي سياسيين توحنا مسنا هيليني كوقت ديرهيهين وضياش وحانا ما أنقو إنا المانتي ميلا بضن تابتو oo xasaasi ah waxaan rabaa dadka aan ugu jecelahay siyaasiinta Soomaaliyeed inay salaad Cali Jeelle iyo Faisal Cali Waraabe waa adduunka taraa aan jecelahay sawto ag taraa waxa gaalada tiraada dadweynaha iyo oo banaa ku sheega salaad Cali Jeelle waxa xusuustay waraadiisa hadee warkaan raadi aan ugu talagalay وأنا أقول لك أن أنا 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 سيبتون سوء بشيكا أساقو سيستم بيهو كتو تبقو بشيكا وعاكا بيضو أنا سرعة أبدوانكا هبلايو إبتيدي إلا عشانتي أبران كتو هبل أو توغا أو كانا أو وعلا أو كتو سابت لو شيكا أو حيتاي دادك مرمان في قاركور سي عدو أنا أبقو بشيكا مركا إقر على أهالا وحان ربا دادك عن إنا قدال أورو أو هرق أورو أو ماشي إجوغان أو خيفي ماشي ما نبي إلا هذا نعوف من معنا والله سعطان دوم دي سومالي ده خوك بانده ما كنت روغا سومالي ده واشق تنين والمبادح السمايرا حقو دوتك اما كي وقوي جر أسنة بي عمير هذا وهو كيس سوى قرية بيري جال هوي واحد يوني حمر قريس دي ماشي انتو آذن او حتى لقى سوى بالنامي حبت دي حمر روغ بري دي قالا ده دوتك عمو بسو الجيدة او مزيد كفر نعوه تاقين هذا ومشارف بي هاي حبتي ماشي على سبعة سوبر لاعب توبي والو في جنبي دار كفا واحد جوي اس بي ان واحد جوي اس دي اف نمكي اسا هرجي سوا باستانو وكتريا نمكي مديرتين اس دي اف نقروي وكتريا نمكي بغادين احنا بلوم وقتلت اسماعي وكتريا حطوا واحد شركه هو كمل ايران اي شبل هذا اللي حيحبها madaxdi markaas SN madaxda uu heeyay Cabdi Rahmaan Tuur oo ay madaxweyne u noqday asagoo calan loo taago dhintay Cabdullaahi Yuusuf asagoo meeshii leeyahay Puntland madaxweyne ka soo noqday Soomaaliya madaxweyne ka noqdo statesman calan loo dhintay duq ay diida anaga noo madax u ahaay soo gucda lagu dhigi Otta qof kasta oo anaga u sharaftay ku dhimata qof kasta oo dadka la tana asagoo sharaf u noqday واحد دينا يا باشا دينا انا النجوى وحاضر يا مركب انا ما باشا اذكر جو من مال هو صنع الى تبع نينا مال له في ديني انا حتى عاد دي مجرى نفطه او ساعة بارك عنك قدامي اين هذا الري لما كنت هشمياء تقال لي مين هو ذا يا وحان او فوضى او استقبسي امر اين دليس امر اين تذكر دليس امر صومالي دليس امر امريكان دليس أمرت أي ما كنت أشبع ساسوي وهذا سعطان معناه إذا وحيتها معناه إذا هذا كل مدو يبوت لنا أشبع بس نورث كوريا إيه ساوث كوريا كل أشبعي نورث كوريا لا ما قالوا سكت على وعي مركا بيت في رسالة ونوبت بيت كلا مركا في رسالة وعي في سال سامت معناتها وقابك دول نمرة إنذار كي تدخل مسكو أقبل الله قابيه أنا جسدي جبا waa istaqbal la anahay anaga ka soo qabo anaga qolada aan hadda xabaarri aan maqaana dadkuna xabaarri bay maqaana anagu ina fagaa aan maqaana reeri raatana wili ma ku wada bariga dadkii jubtu ka gaartaan kamid ay laakiin waxa wada hadlaynaa waa ogna waxay naga hadlaynaa waa ogna isku maana kuma xisaabanayna
وحاب رابر ماشي هذا قبل موضوع عبد الرحمن بدوان مسلم في السنة يا عبد الرحمن وحوفي ما ذي ما لها مشاكلات مرق وقطع وروح لي ما لها علم وروفي لي جامعة وكيم جامعة ذلك معيد وكيم ذو حيتهاي وقف كبس وقبب بيض حتى يقول كنت أنا سكس طلبه قلنا يا هدي وحلوه بين رحاك صباح معنى هذا وقت انتهاي مشاكلات كثيرة سيدة الشيخين عرقتي وكهستا واحد لكريا وانين عرقتي او يا رجل مديسا يا قوتيسا يا كرتيسا يا آميناتيسا اي دميسترتاي وانين للي يرن عمت كالبحي وانين لمن أبضح لك وحلق رسول كالسوسا ايتا اذقو الجوغو معنى هذا وقانقار دميسترا ومسول دميسترا anna ka faa gol iyo fiir markuu qolada dooday oo kiyaa laga maqan jiray ama gidirtu markii hore inuu aragti isaan rabay haddii waxa la rabaa inuu waxna aragto maskaxdana wax ka aragto iska wax ka aragto nin markii wax itaayna indhihii haba gidirna la maskaxdii adduunkana la waayay marka anagu nimba ceesantiisu xeel keysadaa cayn xun cayl kama keenin waxaa la rabaa galmudug meel sahlan mah waa meel dadkeedu adag yahay environmentiga deegaankeedu adag yahay siyaasadeedu adag tahay hadda waxaa dhici karta dad badan inuu dhiirsanaayo waxaan rabaa dowladda soomaaliya inaan la hadlo waa ku mahadsan tahay dadaalada ay ku wado dadka deegaankana la hadlan rabaa dadka deegaanka hobiyaasha ka socdaa iyo wiil ayaa isjeclaaday labadooda reer isma salaama wuxuu yidhi naya waa ku rabaa reerku isma salaam maxaa xaba waxay tiri caawa imaada marka nuk meel fog ka imaanaya marka meeshu fog sahay soo ma qaadi kari waanu soo doonta waxay tiri marka timaada caanan meesha duurka ku gelma laba markaa dhamaysana jag soo siiyo si aan kugu soo qabto ilaahay markiisa markuu meesha isku soo dhawaada rooba yimi nin baa hawaa hadda cali si qalf uu yiri dareenka lagu ahaayaa roobkii wax soo sari jagu meesha ka siiyey aabaheed iyo saddex walaalo qaangaaran meeshay ku jiraan way fahamta markii ninku inuusan daran lahayn waxay tiri aabow sheeke caruurada jirtaa maqli jireen mar rabbi kuu sheega haa uu yiri waxaan maqli jiray tiri wiil iyo gabar ayaa israbaa wiilkii reerkii u yimaada gabadhii wixii tiri war hadday baahi ku haysan ishu waad meelabna taa guur haddaad rabtina geehelba soo kaanikee hadduu wad ku haayan aabahay iyo walaalahay iyo baangaara guru ku jira imaa oo macnaheedu waxay tahay ninka ma fahmin ninka ninkii dhalaa dhawaan gabadhu waxay ku tiri ma fahanto yiri markaasuu yiri maya war gabadha nima rabtaa dus musku ku jira kaalaa kuma rabin meesha soo gasha hadda waxaa la rabaa annagoo dagaalsan dowladda wixii aan ka wada shaqayn karno oo ay ka mid tahay dhismaha galmudug inaan xoog isugu geyno haddaad diidaan nimada xukunka haaya dhaqan la yidhaahna lug ji iyo dheef ji iyo naas jiday meesha geynaan waa ku xatanti waxaanayna ka rabaa marka yacni in aad xooggiina isugu geysaan maamulkaas dowladda ay karto hadda abaabulayso in aan ku dhugeen isugu tagno oo cabdiraxmaan oo waxa la yihi qof markuu rabo inuu buubo dooro lagood socdee cigaa baadku buubo la socdaa macnaheedu waxay tahay bylod markuu kor u socdo hoos dadka jooga waa dhaka dadka hoos joogana inuu duulaanay rabaa asaga macnaheedu wuxuu rabaa inuu si nabadan ku daga waa rabyaa dhulkaan quruxdiisana waa arkaa macnaheedu waa nin meel sare wax ka arka ninkaan lidin hoo meel hoose wax ka rabmaha waa nin galmudug loogu doonaanaya reehirel iyo qolhirel aan loogu doonaanayn waxaan rabnaa inaan isugu tagno dhismaha galmudug ahlusunada la dhayirsanayo biyo dhul ugu arag lagana dhowdhax lama rabo meeshaas ahlusunna jihaad badan ay usoo martay
in lagu shiray kente culays badan aan ka soo maray waxaa lagu ixtiraamo waxay mudan tahay laga siiyo meeshaas oo wada jirta oo nabada oo laga wada shaqayn karo oo madaxdoodu cabdiraxmaan odoo ee kale tahay madax kula tahay dowlada iyo mucaarad iyo muxaafad iyo dadka deegaanka ayaa adduunka uga ku fahmi kara ka soo baxaan aan ka wada shaqayno waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi.